عامر ثامر محمد جندي في الجيش العراقي من ذوي الشهداء، وهو المعيل الوحيد لعائلته. لم يبق إلا أيام قليلة لحفل زفافه، وجاءت المفاجأة بتبرع قائد فرقة المشاة 17 بالأثاث الكامل لزواجه. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا والتفاصيل. يا عراق ترجع شي أكيد بحالك، ويضحك نهارك يا وطن ويلي لك. جرحك جرحنا وانت ابونا الغالي، شي تريد اطلب منا ونسوي لك. من اطلب اللي تريده، كيفك تدلل انت وطننا نريدك ترجع الاول. من اطلب اللي تريده، كيفك تدلل انت وطننا نريدك ترجع الاول. يا حبنا الاكبر نحبك اكثر. من توجيهات السيد رئيس اركان الجيش المحترم والسيد قائد عمليات بغداد بالاهتمام بالمقاتلين من عوائل الشهداء والجرحى. اليوم ابننا عامر ثامر والده شهيد مقدم بالامن الوطني، في احد اللقاءات يوم الجمعه طرح لي مشكلته، وهي مشكلته بانه حالته الماديه تعبانه جدا، ووالدته متوفيه وهو المعيل لعائلته الوحده. فارتهت قياده فرقه المشاة 17 بان تجيب له غرفه الاخشاب وتقوم بواجباته في حفله زفافه كامله. حقيقة هذا الشيء قليل قدم المقاتلين، لأنه اهتمامات اليوم السيد رئيس أركان الجيش وقائد عمليات بغداد هو توصيتهم بالمقاتلين في كافة صنوفهم وكافة مستوياتهم، وذلك مساعدتهم قدر المستطاع من قبل قيادة الفرقة المشاة 17. نقف لك احنا نبوسك من جبينك، ننطي كل شي وما نوفي بدينك. مرت عليك ايام صعبة هواية، الله يساعد قلبك الله يعينك. انشد حزمنا بزادك يا وطن كلنا نبني. اشكر السيد قائد فرقة 17 العميد الركن علي الماجدي على وقوفه معي في اكمال احتياجات زواجي وشراء غرفة نوم. ان هذه يدل على اهتمام قائد الفرقة بالمقاتلين ومتابعتهم ورفع روحهم المعنوية. أن فرحتي بهذا اليوم لا توصف، لوقوف قيادة الفرقة وقائد الفرقة المحترم في زواجي، وأني من عوائل الشهداء، كون أبي شهيد في المعارك ضد عصابات داعش الإرهابية. أنت الأمل والطيبة، عايش بغيرك أنت الحبيب الغالي وما نحب غيرك. انت الامل والطيبه، عايش بخيرك. يعني كنت نشكر فرقه 17، نشكر القائد فرقه 17، ما قصروا يعني، عمره وعافيه الله يوفقهم ان شاء الله ويرزقهم. وحتى النادي ما هذا هم ساعدوني، عمره وعافيه ما قصر كلهم هم ولا الجنود. الله يوفقهم ان شاء الله كل خطوه سلامه ويحفظ العراق واهل العراق. يوم بعد يوم يثبت الجيش العراقي مدى انسانيته وما استجابه فرقه المشاة 17 لمناشدة الجندي عامر إلا خير دليل على ذلك. من بغداد كرار الربيعي، إعلام وزارة الدفاع.